اليوم أنا توجهت لألمانيا وبالتحديد لميونخ. جاي حتى احتفل مع أودي آر إس بالعيد 25. وحدة من هالطرازات هي الأودي الآر إس 7 يلي أنا موجود حدها ويلي على السريع رح خبركم شوي عنها. بالبداية السيارة صارت أعرض حوالي 40 مليمتر، ولما تتطلعوا بالواجهة رح تشوفوا تعديلات كتير حلوة خصوصا على الدي ان اي الخاص بأودي وبالتحديد بشبك التهوية الأمامي يلي بعده ضخم، ولكن إذا بدكم تم تعديله بطريقة رياضية أكتر وجذابة أكتر خصوصا لما تتطلعوا بالجوانب بأقصى الجوانب باليمين والشمال مع الفتحات يلي كمان مغطية بالكربون فايبر حتى تعطي السيارة نكهة سوبر رياضية ومش بس رياضية. من الجوانب طبعا اول شيء رح يلفت لكم نظركم هن الجنوطه، هالجنوطه يلي تم تصميمهم خصيصا لطراز الار اس 7 ويلي اذا بتتاملون مزبوط رح بتشوفوا كمان لمسات شبيهه بالمقدمه، يعني لمسات الكربون فايبر واللون الاسود، ولما تغمقوا بالنظر لجوا اكثر رح تشوفوا مكابح ضخمه جدا. بالنسبة لي أنا شخصياً أجمل منطقة بتصميم الجوانب هي هالمنطقة، صحيح إنه السقف منحدر بقوة باتجاه المؤخرة، ولكن هالشي تأكدوا إنه ما أثر على رحابة المقصورة الداخلية وخصوصاً بالجزء الخلفي مطرح ما بيقدر يقعد ثلاث ركاب إضافة لركبين بالجهة الأمامية. ونوصل للجهة الخلفية مطرح ما جمال الشكل بيتكمل مع هالمصابيح يلي أكيد إذا بتتأملوا المصابيح الأمامية رح تشوفوا إنه كتير بتشبههم، ولكن مع خلفية حمراء ومع اسم الـ RS7 باللون الأسود وعلامة أودي يلي كمان عم تعطي هيبة وحيوية عالية جداً لهالسيارة. من الداخل عن جد بدنا نقول واو، لانه من البدايه من لحظه يلي بتدخلوا مقصوره الار اس 7 بتحسوا بالشعور الرياضي يلي عم بيستقبلكم، بتحسوا بالكربون فايبر واللمسات يلي شفناها بالشكل الخارجي او على التصميم الخارجي كمان موجوده بالمنطقه الداخليه. خلوني بلشكم بدايه مع الجلود الالكانتارا، وخلوني كمان بلش لكم عن الاهتمام بالدرزات والستيتشز يلي موزعين بكل ارجاء المقصوره. بكبسة وحدة في روح لنظام الأودي درايف سيلكت وأختار نمط القيادة يلي أنا بناسبني، الافيشنسي، الكومفورت، الأوتو والديناميك، ما عاد في نظام الاندفجوال، صار في عنا نظام الار اس 1 والار اس 2. بلمسة وحدة مثلا هون عم بقدر أحصل على الحرارة، زيت المحرك أو المي الموجودة بالمحرك، الديفرنشال، الجير أويل والبريك ديسك، وبلمسة وحدة كمان بقدر روح لشوف الجي فورس. نوصل للقلب النابض بالار اس 7 واللي هو محرك في 8 4 لتر بتوربو، قوه جباره جدا. بطرازات الار اس من اودي في عندنا قوه عن جد تحكي لحالها، مثلا هون المحرك بيعطينا قوه 600 حصان وهالشي حوالي 40 حصان اكثر من الطراز السابق. العزم 800 نيوتن متر يعني إضافة 100 نيوتن متر مقارنة بالطراز السابق. هالمحرك مدعوم بنظام بطارية 48 فولت بيسمح مثلا ببعض الأوقات لما تكونوا ماشيين بسرعة تتراوح ما بين 55 وال 160 كيلومتر بالساعة وشلتوا إجركم عن دواسة البنزين، البطارية كفيلة إنه تترك السيارة لحوالي 40 ثانية ماشية على ذات السرعة وبذات الطريقة يلي أنتم كنتوا ماشيين فيها. أكثر من هيك هالمحرك بيساعد السيارة إنه تنطلق من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة ب 3.6 ثواني، بتعرفوا شو معناتها؟ يعني 0.3 ثواني أفضل من الطراز السابق.